سيداتي أنستي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مع كريمة فرنش مونتانا. ها صباح الخير. كيفاش بخير؟ Good and you? Good. غادي نعاود لكم الحقيقة the truth. الصراحة اللي وقع هو أنه فرنش كان في كازا، عيط لي دوز شوفني في الدار. كنا جالسين تماك في الصالون تماك في الكنابي، واحد الوقيته قلنا غنديروا انترفيو. That's right. كنت هو واش كاين؟ الله يحفظك حبيبي. Thanks أخويا. Bon. Lot of hits. Song. بزاف الأغاني اللي جايين. واحد الأغنية تخرج اليوم، الكليب يخرج اليوم إن شاء الله بحول الله يخرج اليوم. كاين الدوكيومونتير ديالك اللي خارج. اللي سميتو فور خديجة. اللي حصل لي الشرف كبير أنني نشوف ونتفرج فيه، اللي داز في الفيستيفال ديال تريبيكا في نيويورك. تريبيكا أول مغربي اللي دار تريبيكا مع ليوناردو. كان جا فان ديزل، كان جا دريك، بوب دادي، ولكن ديال روبرت دينيرو. روبرت دينيرو اكزاكتلي. الفيستيفال ديالو هو تما كيديرو في تريبيكا في نيويورك. كيدير هذا باش 60 عام. كيجيو بزاف ديال الناس. امين توب. اتس ذا توب. هي احسن فيستيفال في نيويورك. اكزاكتلي. توب في امريكا هو الفيستيفال ديال تريبيكا، كيجيو بزاف الناس، كيكونوا بزاف الحوايج. الدوكيومونتير تاعي يخرج ان شاء الله. غادي نديرو مراكن فيلم فيستيفال. مراكش. ومن بعد غادي نخرج ان شاء الله بحوايج. بغيت نخرج فين؟ بلاتفورم. باقي ما عرفناش، ولكن تكون شي سينما ولا بلاتفورم. اوكي جوج. اوكي جود. باش كلشي يتفرج فيه. ما كلشي حيت خاص كلشي يتفرج فيه. حيت شوف انا تفرجت فيه كلمه واحده وصيفتك فيديو وصيفتها لك، قلت لك ايموشن. وانا واحد القضيه ما كانش صحاب ليا ادينا نو راك داك الشيء كامل دوزتيه في حياتك نتايا والناس ما عارفينش. تمام. كاع ديك الروينه دوزتي، كاع المشاكل دوزتي، كاع التقاسيم تقاتلتي، المشاكل وقعوا ليك. صحابك اللي اللي مات، اللي دخل الحبس. واو صاحبي. حرب. الحرب. دابا ما غنحرقوش الدوكيومنتري بيكوز خاصكم تشوفوه. الدوكيومنتري مصور واعر، مصور واحد نيويورك ستايل. نيويورك ستايل. تم المغرب شجنة، تم المغرب جنة المغرب. اكزاكتلي. شجنة هنا، شجنة الوالدة والفاميلا ديالها هنايا. اكزاكت. واش داك الشيء كامل اللي في الدوكيومونتير جو بصح؟ اتس ريل. كلشي بصح. كلشي. ما خبيتي حتى شي حاجة، ما خبيتي والو. ولكن دابا كانوا متابعيني واحد 6 سنين. هما متابعيني وكان كنسجل وكندير. دابا داك الشيء زعما واخا ايفن نو واخا هذا الشيء خايب الحياه هذيك. الحياه ما بين خرج هذيك الدوكيومنتري تاع دابا والدوكيومنتري اخرى. اكزاكتلي. اكزاكت. ولكن زعما هذيك زعما انا بغيت نخرجها بحال هكاك لحقاش ما زدتش لحقاش. المهمه كانت مشات 1996 من المغرب الامريكان وما رجعش للمغرب حتى 25 عام من بعد. 25 عام من بعد رجعت. هي 2019 رجعت للمغرب. المغرب. عباش شافت خوتها وشافت الفاميلا ديالها اللي ما شافتهمش. خويا شوف. 25 عام. هو الدوكيومونتير ديالك اخويا فور خديجه بالميريكانيه ايموشن وبالدارجه تبوريجه. ساكرفايس. تبوريجه كلشي. غادي غتفرجوا ان شاء الله قريب، يكون ان شاء الله 2024. في الاخر 2023 2024. مي غتشوفوا واحد المناظر شي قصه واعره. فاش رجعات هي فاش اللقطه اللي رجعات للمغرب وغادا خايفه تطلع في الطياره وكتخاف من الطياره. هي كتخاف من الطياره ورجعات للمغرب من بعد. داك الشيء كامل اللي وقع في هذيك 25 عام نهار مشات على قبلكم، على قبلكم نتوما، على قبلكم نتوما، على قبل الدراري والسكريفايس اللي دارت والخيال. واللي عجبني بزاف الدوكيومونتري هي كيفاش كتهضر عليك والخوف اللي مسكينه كتخاف عليك. وباقا كتخاف عليك. باقا كتخاف. ولكن ميريكان بلاد قتال. الفرادة بالزربه وكلشي. كلشي دريس عنده 10 سنين عنده فردي وقبل ما كيشوف المدينه كيشوف فردي. هادشي اللي كاينه. كلشي دخل السطور وعطوك فردي. دابا داكشي اللي ما نحرقوشكم الدوكيومونتير انا باش تفرجوا فيه مزيان. دابا داكشي كامل اللي عشتي انت واللي قاصح بزاف داكشي ديال شوف داكشي الافلام، داكشي الافلام الامريكان اللي كتشوف. الافلام الامريكان هو اللي واقع تماك. واش داكشي ما اثرش فيك انت يا؟ باقي مأثر فيك حتى لدابا؟ بيان سور داكشي اثر فيا بزاف. ولكن فاش كتكبر
لما عمرك ما وقفتي غتبقى غادي حتى شي نهار دابا غادي نوقف باش عندي شي 60 عام ولا شي حاجه باش نفكر في داك الشيء كلشي. فهمتك. دابا داكشي اللي وقع وقع. كان خصني ندير هذاك الشيء لحقاش انا فاش مشيت مع المهمه هي كانت خدامه في هذا الشيء فاش بابا مشى جرب شي بيزنسات وما صدقوش ليه ورجع لحقاش هو كان عايش بحال زعما بحال الملك هنايا مزيان في وقته ورجع قال لك ما يبقاش معنا في الميريكان وماما قالت لي لا انا ما رجعش مع ولادي نضحي مع ولادي وبقينا هي ما كتهضرش لونجلي انا ما كنهضرش لونجلي خوتي ما كيهضروش لونجلي وبقينا زعما الوالفير هذا الشيء وضحينا بزاف وتعذبنا في هذيك البلاد وكان كلشي كيقول لنا راه ميريكان يا ميريكان ولكن ما كانش ميريكان يا ميريكان كيكذبوا عليك كيوريك التصاور فاش تمشي للميريكان كيصيفطوك اللور مع القتالة فهمتي وماما كانت خدامة وكانوا كيعذبوها كيخلصوها جوج فرانك في واحد الخدمة اللي كتخدم فيها 12 ساعة نهار تعذبات مسكينة تعذبات واحد النهار دخلت عندها كانت كتبكي وكتصلي وقلت انا خصني نبدا ندير شي حاجة لحقاش دابا فاش مشينا للميريكان مشينا بالفيزا والفيزا ما كانوش تحرقات ولا ما عندكش الوراق ديال الميريكان ما تجيش دابا تجيب خدمه وتمشي للمدرسه وتمشي للكليه ودير هذا الشيء وفاش مشينا زعما ما قدرتش نمشي للكليه ما قدرتش نمشي للمدرسه وخدنا الشارع مشينا ندخل الفلوس هذا الشيء اللي كاين وفاش فهمنا حنا هذا الشيء انا مشيت للشارع درتي كل شيء كنبيعوا لي ولي بعدين بدا كنبيعوه الفراده هذه هذا 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 ومن بعد كنت شديت في الحبس وقالوا لي باقي كاع ما كان الوقت مزير كي كان دابا وكان دابا كنت غنسيفطوني للمغرب يرجعوك رفول فاش شدوني قالوا لي المره الجايه علاش شديناك غنسيفطوك للمغرب قلت لها علاش انا هي بقات انا باش تضحي عليا انا يوم باش انا نرجع للمغرب تقيت تماك هي بحال هذا ضربات كل شيء في فنجان اوكي فاش طرا لي هذاك الشيء بديت الموسيقى بحال دابا ربي سيفتك الموسيقى كان الموسيقى زعما هي اللي مي نو تشويس ما عطاني الحريه ندير حتى حاجه اخرى من غير الموسيقى قال لي هذا الشيء اللي بغيتك دير وبديت من تما بديت واحد النهار بديت درت واحد الاغنيه وحده والناس بيقولوا لي ترى واعر واعر ومن تما بديت وهذيك هذه هي القصه ديال فريش مونتانا فاش بدات واللعيبه اللي ما كنتش عارفها انا عليك دير نو اباوت يو وانا انت كنتي من الاولين اللي بديتو كتصوروا في الزنقه كاميرا زعما انستغرام انت بديتي شحال هادي انت ستوريات انستغرام بديتو بشحال كنتي كتصور كلشي كتمشي كتمشي للزنقه دابا تشوفها في الدوكيومونتير واعر بزاف فور خديجه كنتي كتمشي للزنقه وكتصور اي واحد كلشي كتصور كلشي الناس اللي دايزين الناس اللي واقفين الناس اللي بغاو يتصوروا الناس اللي كتصوروا كلشي والكاسيطه كتصور شكون سميتها الكاسيطه؟ كوكاين سيري كوكاين سيري وكتفرق والناس كيشريوها كندير كنعرف كاع كلشي اللي كيبيعوا الحشيش وكلشي اللي كيغني قلت كنسجلهم كلهم وكندير راسي وسطهم كنغني خرج وحده جوج ثلاثه اربعه ما بين خرجنا الخامسه الناس قالوا شكون هذاك الدري فهمتي زعما عطيتهم هذاك الشيء اللي كيعرفوا تعرفوني فهمتك ودابا بداو كيقولوا شكون هذاك الدري شكون هذاك الدري باش جا ايكون والسيناني وبديت كنغني معاه وعباش انا وماكس بي تلاقينا لما بديت في 2000 وجوج وما سينيت مع انسكوب سينيت في انسكوب في كان تو باك وفي كان في ديسان وفي دافت دري سنوب وجلست مع جيمي ايفين واو وجلست مع جيمي ايفين 2010 ولا 11 وسيناري 10 سنين من بديت ربما واحد القضيه كنت عارفه جيمي ايفين ما معروفش بزاف جيمي ايفين هو مورا دري مورا امينيم مورا فاريل ويليامز مورا ليدي غاغا مورا باكس سنوب دوغ توباك مورا ذا بلاك ايد بيس كوين ستيفاني كاع الجروبات الواعرين هول ان سكوب ريكوردز سكوب واعر بزاف اول مره قلت لك شنو قال لك لا قال لي بغيت نسينيك اجي سيني معايا هادشي وهادشي انا من المغرب انا ما كنتش كاع كنعرف نهضر بلونغوليا زعما وين خمس سنين من قبل فهمتك وتعلمت زعما تعلمت لونغلي وخديت
اصعب خدمه هي الغناء. خصك عارف الهضره كاع الكلمات عارفهم باش الكلمات ديال الزنقه الكلمات ديال السويس ما 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 هذه فين مشيت لقيت مع الناس كنت كنخاف منهم ولا هما هما خويا وزعما خواتاتي وبديت بحال دابا تربيت انا مع الحيوان بحال هكا انا بديت ومن تما زعما ومشيت مع جميع عابين وسنيت معاهم سنيت مع تلسكوب من تما فين دمرات فمشيت كاين واحد ديجي عاوني بزاف دي جي اللي كندوز تراكس سميتو اللي كيف الدوكيومونتير فوغ ماسيف لاك وي هو لكن هو اكبر دي جي في نيويورك دي جي في نيويورك دابا نيويورك باش انا مشيت ليها دابا اشنو احسن دابا تيم ديال 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 الكره بحال دابا قول ارجنتينا اييه لحقاش هما ربحوا الورد كاب هما احسن تيم بحال دابا فاش انا مشيت لنيويورك بحال دابا انا مشيت بلا لونغلي وتعلمت وقلت لهم بغيت نلعب الكره بحال مشيت لارجنتينا وقلت لهم انا خويا الله زيد واحد الكره بغيت نلعب مع الفريق ديال الكره اوعر بلاصه ديال الراب ديال الموسيقى فين الراب بدا فين الراب بدا الراب بدا زعما تحت الدرب فين انا تحولت كان ساكن هنايا فات جو كان هنايا بيج بان كان هنايا كي ار اس 1 كان هنايا ام سليك ريك ذا رولر كان هنايا زعما الناس اللي بداو هاد الشيء ساكنين هنايا وانا جيت من المغرب عروبي قلت لها بس كان زغرت قلت لها والو غادي ندخل في هذا الشيء والو شرف ندخل معاكم دونك كيضحكوا كيضحكوا كنت كنتعلم بشويه 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 تيك مي 10 years 10 سنين 10 سنين باوي دابا اللغه ما عندك شنو وبحال دابا مشيت انا تما وقلت لهم هادشي اللي بغيت ندير وبحال دابا بحال شي واحد مسطي هذا باش واحد بغى يمشي يلعب الكره مع ارجنتينا دابا ما عرفت حتى خريا بغى يمشي يلعب معاهم الكره ميسي غيشوف يقول لك اخويا شكيت اخويا محمد شكيت اش كدير اخويا سير ليه ما عبرهوش سير ليه بغاك شي طاريا انت عزيز على فرجو بزاف عزيز عليك ولكن دابا فرجو انا كان عندي مشاكل بزاف انا في البرونكس البرونكس كنت هادشي كنت نخرج ديال الدي في ديات كنت نخرجهم وكان فيهم ضاربه بزاف بحال دابا شي حد دخل لك السلسله ديالك كيجي عندنا وكنطلعو شي واحد كان عندي مشاكل مع كاع الناس نيويورك كلها كان عندي مشاكل معاهم وما كانوش باغيين يديروا الاغنيه ديالي في الراديو حاش مدار مالا مع كل شيء هذا ضد فيك نتايا وفاجا باش طلعني عند فونغ ماستر فليكس وقال لهم هاد الدري هو اكبر حاجه في الزنقه وريت اي طوموبيله كانت في نيويورك سيري خدام كان خدامك كنت انا وماكس بي كان هو ما بيست فريند هو صاحبي زعما هو اللي طلعت معاه وشدوه البوليس وعطوه 75 عام في الحبس شتوه وبقيت انا راسي وعاد باش فاع جو داني فونك مع السفلكس وقال لي هذا هو الدري اللي غادي يطلع وبداو كيديروا لي الشع كولا هذيك الاغنيه باش خرجات عاد باش داروا بحار داع عاد باش دار اي وير باي نوتن صافي صافي بوم صافي من تما ما وقفش دابا وراي لايك وراي لايك اباوت شو اللي عجبني دابا الحادث في الهضره اللي كنهضروا انا وياك فرنش هو انه كيطرى على هذا الشيء مرتاح شي واحد اخر بلاصه غيهضر على هذا الشيء غيدير راسو غيدير راسو بحال بنادم مع الحال بحال زعما ما كانش عليا ندير داك الشيء ولكن درت ولكن انت كتقولها كتعاود هذا الشيء كامل وكتعاودو مرتاح زوغ ما عندكش مشكل انت مع هذا الشيء هذا الشيء درتي هو هذا اللي حسيت به في الدوكيومنتير ديالك فور خديجه وانه كتهضر داك الشيء كامل اللي عاودتي كتعاودو مرتاح This is the way it is. Yeah. This is the way it is. Yeah. داكشي اللي زعما ما ندم على شي حاجه ما داكشي اللي درتيه ودرتيه وزعمتي بزاف وزعمتي لواحد الدرجه انكم ممكنش لكم تصوروا الدرجه اللي زعم فيها كريم اللي زعم فيها فرانش مونتانا في حياته ما فخوشمون السيستم ديالك هو هذا باسكو واو واو شكرا كريم واو شي تصوير في الشارع صغير قلت لهم انا عقلوا على هذه كنت نحب في البدايه ديال الدوكيومنتري قلت لهم عقلوا على هذا الجهد واحد النهار مولي كبير وعندي شي 13 عام كنهضر خويا شوف برافو عليك اخويا الله يكملك بالخير كاين السينجل مع السويلي اللي خرج السينجل السويلي اللي درناه في نيجيريا ومشينا تما ومشيت واحد البلاصه سميتها موكوكو
زعما بلاد كلها تحت تحت الماء. نعم. وداك الشيء واعر زعما ومشينا تما ودرنا واشي واعر انا وياه. واشي واعر. توب. مالا. السامبل واعر. دابا ست سنين باش انا وياه ما مشيناش لافريقيا باش ندير واحده اخرى. من انفورغيربول. من انفورغيربول ما درناه. اللي داز واحد انفورغيربول درت واحد. دابا راه 12 مليون غير في امريكا. في امريكا. وفي العالم راه 84 مليار اكزاكتلي. برافو عليك حيت اللي درتي وانا مشيتي صورتي انفورغيربول في افريك. وداكشي اللي داكشي اللي 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 دخلت فوالا شنو نقول لك هادشي دخلتي اللي دخلتي من الفلوس ديال الكليب رجعتي لهم اوف تف هادي اها هادشي دخلناش شرينا به 500 باطو واو الفقراء اللي ما عندهمش تما باش يمشيو مدرسه ولا الخدمه برافو عمرنا ما نديروش حاجه في افريقيا بلا ما نرجعوا لهم كدير الخير والدراري اللي شطحوا معاك في انفورغيربول جاو امريكان تمام عمرهم ما رجعوا. اخبار اصلا هذا جبتهم انت على قول واحد الشو. هم غير يحركوا يمشوا للقهوة. امريكان هي بلاصة واحدة اللي تقدر تمشي بوالو وتولي بريزيدنت زعما نيويورك الليك ديال الدولة تما هادشي ما كيطراش زعما في المغرب ولا في نيجيريا ولا في افريقيا ولا في نيويورك if you can make it here you can make it everywhere. خطيرة ولكن you gamble great risk great reward ولكن بلا تغامر ما كاين حتى حاجة هادشي كاين زعم سكت واحد يكون كيقول لك ما يديها غير الزعيم ولا كريم زعم وكل لحم داغي الزعيم ولا كريم ولا مرضي الوالدين دابا دابا الكليب والكليب راكم شفتوا مع السويلي الضبع شكون اللي جاتو الايديا الفكره ديال الضبع دابا انايا قبل ما كنت حيت كليبات معايا كليبات فيهم الصبوعه فيهم النمور فيهم كروكوديل الضبع دابا انايا بعض المرات كنبقى نتفرج في يوتيوب كنقلب على شي حوايج اللي ما شافوهمش الناس باش نوري الناس داك الشيء مع الموسيقى ديالي ولقيت هذوك الدراري اللي كانوا كيشطحوا في انفورغيربول كانوا كيشطحوا في الزنقه لقيتهم قلبت عليهم قلت لهم علاش انتم كتشطحوا بحال هكا ما عمرني ما شفت واحد كيشطح بحال هكا قالوا لي ما عندناش التلفازه باش نتفرجوا في كريس براون ولا هادو باش نتعلموا منه تعلمنا راسنا واو ولقاو الدراري راسهم هذاك الشيء علاش هذا الشيء كان في شي شكل دابا هذا الشيء بقيت كنقلب كيفاش دابا غندير انا شي حاجه جديده تكون احسن من هادشي جود وقلبت ولقيت واحد الناس سميتهم هاينا بويز اوكي اللي هي هاينا هي هاينا بويز هما كيربيو الطبوع زعما بحال دابا الناس عندهم الكلاب هنايا بحال العروبيه كل واحد عنده ضبع مربيه بحال الكلاب ما عندهمش كلوب عندهم الضبوع وقلت انا خصني نمشي نجيب هاد الناس هادشي اللي بغيت انا ومشيت عندهم وكلهم ما كانوش بعاد من بعضياتهم وقلت صحابي يلاه مشيو تما وشفناهم داك الشيء زعما ما كانوش في البلاصه اللي صورتو فيها ما كانوش في البلاصه اللي صورتو فيها ماشي لا جاو مشيو حيت كانوا معايا كانوا شفتو التصوير اوكي وجاو وجابوا معاهم الضبوعه ديالهم في الطوموبيله هذا الشيء عادي جاو خرجوا ثلاثه الضبوعه كيدوروا وبداو كيشطحوا الضبوعه كيشطحوا بحال في السوق راه هذا هو السوق ديالهم زعما جاو الضبوعه ولابسين هذاك الشيء واو هذاك الشيء خرج واعر ولكن طبعا عنده سميتو سدي لي فمو سدي لي فمو عطاتي الخيوه ولكن معاهم هما كيحلوا لي فمو فاش يكون معاهم عادي واو انت تقدر قدر قدر سي واو برافو السينجل واعر دابا انت استراتيجي ديالك شنو السينجلات هما اللي غيجيو ياك دابا غير الا خرج واحد 2 ويكس اغو دابا هذا دابا والالبوم ما بيرث اوكي جود ان شاء الله ان شاء الله فيستيفال المروف ان شاء الله باي ان شاء الله وي امتى 11 نوفمبر نوفمبر اتس يور بيرثدي 11 نوفمبر يس جود ذاتس جود اخويا ان شاء الله غادي نكونوا ان شاء الله سور سين نقولها سو اوكي سو 11 نوفمبر امتى جا 11 نوفمبر 11 نوفمبر جا امتى باش نقول لك 11 نوفمبر سيدي السبت داين يا بيلا السبت يا فوالا دوك السبت ان شاء الله في كازا
11 نوفمبر فيستيفال ديال فرنش مونتانا وان نايت ما غاتكونش بوحدك نتايا لا دونك غاتكون نتايا معاك الروابط ديال المغرب روابط ديال المغرب سي سا اي واحد اللي خرج من المغرب وتم المغاربه تاهما بغيت ندير فاستيفال اوكي جود قال لي رابور في المغرب والموسيقى ديالو خرجت للخارج غيكون معاك سور سين ان شاء الله اوكي ام ذا هوست وين ذس طبيعيه جدا جدا عجبتني واحد لقطه واعره اللي جيت عندها للدار وهي حاطه مناضه حاطها واعر عادي كوكا فهمتي الحلوه نورمال والحاجه اللي قاصني بزاف باش كتقول فوق ما كنتي كتكون انت خارج كتبقى هي جالسه في الدار كتبقى تدعي معاك والدعوه ديال الام اللي وصلوني هادشي اللي كاين انا مرضيت الوالدين الدعوه ديالها هي اللي حفظاتني بزاف با شوف قلت لك شي قبيله كاين واحد المثله مغربيه واحد بروفيرب ماروكان اللي كيقول لك ما يدا غير زعيم انت زعيم اوكي ولا كريم سميتك كريم اوكي ولا مرضي الوالدين انت مرضي الوالدين الوالد والوالده انت فرنش مطلع انت الحياه دوزتي انت اللي كنقولوا عليه ديتشي وجبتي في الحياه كثر من بزاف ديال الناس اكسبيرونس نسولك على الحياه شنو هي الحاجه اللي حبستي في حياتك اللي حبست ستوب ما بقيتش كان بقاش كنتسنى في الناس يعاونوني بقاش كنتكمي لا قطعت كل شيء هذه الكميه كان كينعسني بزاف وخا شي زعما دابا حسن دابا حسن حسن ضروري ولكن دابا دخلت كاع هاد الفلوس انا شنو نقتل راسي انا نعيش ونخسر هاد الفلوس قبل انا نموت هاد الفلوس في البنكه جدي بالي كنت كان زعما تبوق بزاف قطعتي قطعه ديال المعقول صافي فينيش شربت وقتاتي شربت وقتاتي حيت واحد الوقت كسيريتي بزاف واحد القيصه مشيتي بعيد والسواري ولا الماشان ولا لا فقت في الاي سي يو وقع لك مشكله بعد الكوفيد ياك في 2020 في 2019 خذيت السبيطار في الاي سي يو شنو الاي سي يو هي فاش تكون نص ميت ونص حي كوما واو باش زعما كنت فاتيغ وكنت هادشي وهادشي وكلشي والشراب وهادشي ما وقفتش انا من شرب 20 عام بزاف بانت في وجهك بانت فيك واخا ما حسنش لا بينا تبارك الله اخويا شي حاجه اخرى حبستي عاوتاني كتبها تقول لي تبغي تحس شي حاجه اخرى باش نعول على الناس انا حبست شي حاجه اوكي وي كونفيونس ما كايناش فقال كاع الناس اللي بغاو يقولوا شي حاجه في حياتهم عمرك ما تعول على شي حد سيروا راسكم وديروا اللي بغيتوا ديروا اوكي بمعنى زعما ما دون ديبيند اون نو وان اوكي يا دونك انت واش الا كنتي انت بغيتي شي حاجه ما كتعول حتى شي واحد اوكي تعول على راسك نتايا شنو ندير وات از اكسبيرينس اللي وقعت لك باش عطيتي خرج لك النتيجه هذه زعما فاش تكون جالس و يو ستريسد اباوت ستاف اند ذس اند ذات يو نو اي جاست فايند ذات ذا كيور زعما دو ديال الشيء زعما دون ديبيند اون اور اكزاكتلي على راسك اوكي بعض المرات تقولهم الناس ما كيفهموهاش خصك دابا دوز فاش تدوز عليك غتقول راسك فهمتك شنو اللي كاين اوكي سامح شويه تجيبها بكتافك وكتافو اوكي شنو هي اكثر حاجه كدير لك ستريس في الحياه ودابا في هذا الوقت انا اي حاجه كدير لي ستريس كنحيدها فوالا اكزاكتلي مرا دير ستريس حيدها كوت بي واخا تكون كارداشيان كوت بي ومتصوقش كارداشيان ولا كارداشيان كوت بي والله العظيم زعما امين هذاك الشيء و جود شنو ستريس ما بقى حيت كل شيء اتس جود هذا العقل ولا ماتشور كنقول لك ماتشور ماتشوريتي ماتشوريتي اكزاكتلي جود شنو الحاجه اللي كتعطيك طاقه زوينه جود انرجي جود فايبس في الحياه
making music. Good. Just say موسيقى. Okay. As always. Yeah. That's good. إلا كان يمكن لك تعاود شي حاجة في حياتك تعاود عاوتاني بشي طريقة واحدة أخرى واش تعاود شي حاجة واش كاين شي حاجة اللي تعاودها ديرها بشي طريقة واحدة أخرى؟ نعاود كلشي. Really؟ نعاود كلشي. واخا كتهضر مرتاح على الباس ديالك وعندك شي دوزتي نعاود كلشي. تعاود كلشي. نعاود كلشي. أنا هذا الشيء كاع اللي طرا ليا لما قتلنيش راه made me strong. Exactly. عطاني القوة. داكشي اللي ما قتلنيش هو عطاني القوة. وزعما واخا بالخدمة واخا كانت 10 سنين باش طلعت ديما انا كنت كنقول في راسي دابا واخا الماء كان كاين قطف واحد الحجرة غدوز عام عامين ثلاث سنين اربع سنين غادي تشوف واحد الحفرة في الحجرة. اكزاكتلي. بحال هكا كنشوف الدعم بالخدمة ديالي زعما واحد النهار غادي نشوف الديفرنس. اكزاكتلي. بحال هكا بحال الموج في الصخرة كيبقى يضرب فيه سنين حتى حضرتك واحد الصخرة طاح النص ديالها واخا الصخرة شاد ديك حدوقيتها كطيح من واحد الطرف. شنو المقولة ديالك في الحياة؟ شنو الفريز ديالك في الحياة؟ الفريز ديالي؟ عندي بزاف تفكر فيهم غير. اوكي سامح اوكي. شنو خمسة الناس اللي تبغي تشكر في الحياة؟ خمسة ولا ثلاثة شكون من الناس بغيت تكون حياتها؟ موست امبورتنت لكن ثلاثة ولا أربعة؟ موست امبورتنت الله تو ماي ماذر يس ثري ماي فاذر يا فور ماي ماذر يا فايف ماي ماذر اكزاكتلي فور خديجة فور خديجة دوكيومنتري وهذا الانترفيو هو فور خديجة دوك تفكرتي المقولة ديالك الست فريز ديال الحياة مقولة هاسل اند براي خدم وصلي خدم واطلب من الله هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين اخويا هذا الشيء كاع اللي غيطرى لك ان بتوين يا كاع هادشي اللي غيطرى لك راه من الله هادشي اللي كاين واللي جات مع الله مرحبا بها هذا الشيء الله اللي كاتب لك حتى حد ما يقدر يحيدو لك اللي جات مع الله مرحبا بها اخويا اخويا انا اللي كنتمنى لك اخويا واللي كنطلب سيدي ربي يعطيك هي السعاده والصحه والسلامه وطول العمر باش تطرطق الفلوس على خاطرك مزيان هذا الشيء دابا فين وصلنا وبدا بغيت ان ندير شي حاجه في المغربيه ولا المغاربه نمشي الامريكان ولا شي موسيقى جود كوز يو نو هيب هوب از حيت كيفاش النيفو ديال الراب في المغرب؟ واعر واعر ولكن خصنا مغاربه اكثر في الامريكان وفي الخارج كيديروا الراب من ناحيه ديال انت كيجي كلشي واعر من ناحيه الموسيقى من ناحيه ديال الدراري اللي الكتابه من ناحيه الفلو من ناحيه البرودكشن ديال الموسيقى تاهي واعره واعره بحال حتى انا كيديروا دريل ميوزيك حتى انا كنسنت لهم كيديروا هذاك الشيء كيديروا كلشي بحال يس اكزاكتلي الله تعالى اكزاكتلي داكشي بغيت داكشي علاش بغيتي في النهار ان شاء الله 11 نوفمبر الجاي هذا اللي جاي طلع معاك الدراري باش كبر بهم يكبروا بك تاهم سوغ سين باش دوزو وقيته زوينه باسكو حيت سي فري كسر ميم نيفو فات الروا با ديال هنايا راه ميم نيفو شيكو كانوا كرابيو الميريكاني راه يقدروا يبومبيو تماك يقدروا يبومبيو ضروري ممكن كاين غير اللغه ضروري فرانش اخويا اتس بليجر مان اتس بليجر بيبي ثانك يو بيبي الله يحفظك اخويا ثانك يو اول ذا تايم بيبي ثانك يو شكرا شو تقول للناس تقول للناس وكاع المستمعين والمستمعات اذاعات ايت راديو الجامع شو تقول لهم؟ مونتانا I love you. كنحبكم بزاف الشعب. French Montana ولد بلاد. مع السلامة. Thank you.